اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعات، مرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد نتحدث فيه عن الحياة الشخصية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. زوجات الرسول يعرفن في الاسلام بامهات المؤمنين، وقد اختلف في عدد زوجات النبي اللاتي دخل بهن على قولين، انهن 12 او 11. وسبب الاختلاف هو في ماريا القبطية، هل هي زوجة له أم ملك يمين؟ فالمتفق عليه من زوجاته 11 القريشيات، منهن 6 هن خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة، وأم حبيبة. والعربيات من غير قريش هم 4، هن زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث، وواحدة من غير العرب وهي صفية بنت حيي من بني إسرائيل. وتبقى ماريا القبطية وهي من مصر. وتوفيت 2 من زوجات النبي محمد حال حياته، وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتوفي هو عن 9 نسوة. أسباب تعدد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعترض بعض المسيحيين الذين يكتبون سيرة النبي بتعدد زوجاته، وزعموا بأنه كان شهوانيا، ولكن كما ورد في سيرة الرسول كان له مقاصد آخر كتقوية الصلة مع أصحابه وكبار قومه، وذلك بوساطة المصاهرة، لأن ذلك كان مما يساعده للدفاع ونشر الدعوة إلى الإسلام. كما أيضا أنقذ بعض النساء من تعذيب عائلتهن عن طريق الزواج. انتهت حلقة اليوم، وأتمنى أن تكون عجبتكم، وانتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى.